كما قلت لكم اذا كانت عندي من هنا لهنا فاش خصني نضرب نضرب في 4 9 في 4 36 او ندير 18 في 2 لحقاش كنا من خانه لخانه غنكون نضرب فيها 2 تساوي 36 نجي لهنا عندي هنا 4 عندي العدد اللي حداها ما عارفاش الوغ 4 فاش قلنا غادي نضربوها في 2 كم تساوي 8 8 في 2 16 او لا بغيت من هنا لهنا ودرت 4 في 4 لحقاش عندي في 2 في 2 هي في 4 تساوي 16 صافي هذه الطريقه الثانيه غنمشيو للطريقه الثالثه واللي هي اخر طريقه في الدرس الطريقه الثالثه شنو كتقولنا القاعده الثلاثيه اللي ديجا شرحتها لكم الوغ القاعده الثلاثيه اولا الرابع المتناسب يعني داك العدد الرابع اللي كيكون مجهول خصني هو اللي نلقاه او كنسميها الرابع المتناسب صافي مثلا عندي هنا واحد لجوج دول عندي فيه ا بي عندي ا بي سي دي صافي شنو كندير هكا هكا صافي مثلا انا هنا شنو غنقلب غنقلب على ا شنو كنقول لكم دائما غنقلب على ا دائما هذيك اللي كنقلب عليها اللي كتكون قبالتها شنو كندير لها هي اللي كنقسم عليها هي ديريكتومون والاخرين غادي ندير لهم الضرب بي في سي الا بغيت نقلب على بي بي شنو قبالتها سي اذا غادي نقسم عليها و ا مع دي غادي تكون بيناتهم الضرب نمشي نقلب مثلا على سي انا دابا متاكده راكم كتجاوبوا راسكم ملي كتشوفوها كالجدول سي شنو قبلتها قبلتها البي اذا البي غادي نقسم عليها وشنو غادي نضرب من الفوق ا في دي الوغ سي تساوي ا في دي قسمه بي صافي نمشيو للعدد الرابع اللي هو دي شنو قبلته ا اذا غادي نقسم على ا وشنو غادي نضرب بي في سي دي تساوي بي في سي على ا صافي مزيان مثلا نعطيكم هنا مثال عندي باغ اكزومبل عندي 4 انا غادي نعطي الاعداد